الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم السبت 11 أبريل، يعني شفت واحد القضية جديدة بغيت نشاركها معكم. كما كتشوفوا المدينة خاوية، كما ديما راه الناس ما كايناش، كلشي داخل الدار. إنما واحد الحاجة جديدة بغيت نوريها لكم دابا مع الطوبيس هذا. أنا نطلع فيه نوريكم واحد الحاجة جديدة. هنا تشوفوا معايا قانون جديد دارو في الطوبيس. كما كتشوفوا دابا البلايص هنا ممنوع تجلس فيه، هنا تجلس فيه، هنا ممنوع تجلس فيه، هنا تجلس فيه. كلشي الطوبيس هكا دابا داير باش تفرق، باش تفرقوا كاملكم ما تجلسوش. البلاصه تاعي هي اللور. هنا كيحاولوا باش الانسان يبعد على واحد اخر باش ما تجلسش حداه باش ما تعاديش. هذه فكره زوينه وبغينا نشاركها معكم. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زيد الطوبيس زيد، شحال كنت نوك هنا. عمركم كريت الطوبيس لراسكم؟ ها طوبيس بريفي كتمشي بيه بوحدك هو هذا. يلا السلام عليكم.